السلام عليكم، نعود إليكم من جديد كما العادة. نو سون با دي سيزونيي، دائما في الوقت، دائما مستمرين بدون انقطاع. عندنا قضية غادي نربحوها، مسألة لا تناقش. إذا كما قلت لكم، راه الآن مع بداية الموسم الدراسي، الآن من يكملوا ومشاو وحطوا معاقلهم وقضوا غراضهم وتفجوا مع راسهم، راهم قلت لكم غادي يرجعوا. كاين اللي خارج بشي بيانات تيتملق ويشيت لبعض النقابيين وبعض النقابات، تيقول لها انك رجعتي ليا الربحه، وما راه ما جابوا لها ربحه لا ذبحه، شياتها. من بعد غادي نوريكم اش كاين، وكاينين بعض الثاني اللي كارين هناكم. فهذوك اللي تيجي شي واحد يقول لك راني مناضل وتيراكم الطراوات الخياليه في ظرف وجيز، تيشيت لكم وتيدوز عليكم الدكاكة باسم النضال. عمرك تشتي النضال يراكم الملايين الملايين مملينة في طرف وزيز في الشهر، تيدخل غا في الشهر. خلي عليك تاني هذوك اللي يدير فادي داعية هما والفلوس والحب وعيش الرفاهية، وتصدروا لكم الخوة الخاو. كلهم هذوك عندهم مشاريع، وكلهم غادي نوضحوا لكم الامور كيفاش دير. هادو اللي تيقول لك امريكا ولا هادشي، كلشي اللي تشوفوه تتحرك بامريكا وبالدول الاوروبيه، ما كاينش اللي يقدر يزيد ولا يتنخر اللور الا بالخطط اللي دايرها امريكا والسوق ولا اوروبا ولا المملكه. من بعد غادي نقاد لكم هذاك الشيء، وغادي نهضروا في واحد المباشر. كونوا معنا ومعنا ولا معانا دور 120، ما كاينش معاه من الشكل في العقل.